رجعنا لكم نكمل التحقيق الخطير العظيم المبجل اللي انا شايفه ده دور المجتمع وده دور يعني يلا مش مشكله افتكرنا ماشي نرجع بقى نكمل. بصوا بقى احنا قلنا الملف قالوا عنوانه ان ده هيتغير خلاص هيتغير. بصوا بقى جوه عاملين ايه عظمه والله مواجهه الحقائق. بصوا العنوان ده ينفعنا قوي برضو قوي كل صفحه تنفعنا. بصوا بيقولوا ايه بيقولوا what does a terrorist look like هو الارهابي ده شكله ايه بيبقى عامل ازاي. والله ما بضحك يعني الارهابي ده ايه بقى شكله ايه بقى عامل كده وبتاع وشنبات كبيره او احنا بقى قارن عندنا المثقفين اللي مش عارف يعني كده اللي هم ايه يعني طلعوا لكم كده مع بقى التيار اللي انتوا عارفين ايه يا جماعه الارهابي ده بيطلع من حته معينه ودارس كلام معين لا ابدا ده ملوش شكل وفي كل حته منتشر يا جماعه والله هو من حته واحده من معون واحد من ثقافه واحده مفيش غيرها لانه بيتبح له ان هو اصلا رايح الجنه رايقه نفسه واحد بيضحي بنفسه مش بالناس لا انتوا فاهمين غلط. هم يردوا عليك بقى ده له شكله ومش بتاعنا خالص وفي كل دين. وبعدين يطلع لك بقى الحتتين اللي انت عارفهم على طول اللي انا ناقشتهم زمان كتير وبعدين لازم يكون فقير وجاهل مش عارف دينه مش عارف يقرا الكتب ده هو مصيبه لو قرا خلاص وفقير اصل الفقر هو اللي بيجيب البتاع بيروح هناك ياخد الافات دولارات مش عارف فين في الاخره غالبا يعني واحد بيضحي بنفسه هياخد فلوس فين. طيب والاغنياء اللي بتاع طب والاساتذه في دول غنيه جدا في الخليج اللي موجودين في داعش وانا مره عملت لكم زمان من سنه ونص الدكاتره والمهندسين موجودين من ايام الجامعه الاسلاميه ايام السادات دكاتره ومهندسين عد بقى اللي هي في الوعي العربي يعني احسن شهاده دكتور ومهندس معروفه. طب اتفضل عد الدكتور والمهندس ومستواه المالي كويس واديتكم زمان حتى امثله صارخه ايمن الظواهري ده دكتور وابوه وجده دكاتره ومرتاح ماليا جدا وهو في الكهوف في افغانستان يا فندم بيجاهد عشان احنا عايشين ايه بقى يا فندم بقى ثقافه زائفه كاذبه بتداري على الحقيقه لمصلحه معرفش مين غالبا مصلحه الشيطان بس هو الوحيد المستفيد عشان الامه دي تتدمر وهم هتيجي جنب تقول الارهابي ده انسان عادي جدا جامعي ومثقف ومرتاح ماليا وكل حاجه بس قرا كتابين اعوذ بالله تتهزر يخبطوا هم راسهم في الحيطه يتقتلوا يموتوا ينفجروا يتكفروا احنا مالناش دعوه. انت ما تقولش عيب انت هتناقش عندنا بقى جورج واشنطن بتاعنا انت هتناقش مش عارف مين انت ده جبل العلم وهي دي التفسيرات ده هم اللي فاهمين غلط. على فكره انا هسيب يعني بعد ما خلص ده هعمل لكم مثل كده لطيف حي اهو تبقى برضو يعني بقالنا كتير يعني واضح فتبتدي صوتك ومشاعرك ناحيه البلد مصر كمصر ووطننا العربي كله وكل الناس السلام اللي في الدنيا بجد يعني والاسلام كاسلام لان انا يعني الاثنين عندي متساويين اللي هو يا جماعه ده مش الاسلام مش قيمه الموضوع بسيط مش قيم الاسلام انتوا اخترعتوا حاجه تخصكم هنسميها زي امبارح اغمي عينيا واقول ظروف مع انها مش ظروف ابدا ابدا على الاطلاق خلاص. لا انت بقى ما تعملش زي دول تقول اول سؤال في البتاع what does a terrorist look like شكله ايه ده فبيبتدي جوه في التقرير بيأكد لك ان هو شبهنا وان هو مش من ولايات معينة غير ولايات تانية مثلا فيها الجهل منتشر وان هو متعلم وان هو صاحب افكار كمان زي اليمين المتطرف وما يتكلموا عنه شوية اليمين الابيض اللي بيشوف ان العرق الابيض ده لحد دلوقتي فيه وبيقول لك انه معاه فلوس وبيقول لك كل حاجة كل الكذبات اللي انت بقى عايشها هنا في الوطن العربي بيقول لك لا خالص هو مش شكل ابو لهب الارهابي ولا اي حاجة خالص. ولذلك ارجع بقى عندنا لما بتحصل حاجة وبتشوفوا الخلق
الناس اللي اذا كان في مواجهه او اتحبسوا ما بتلاقيش فعلا يعني فروق كبير. سيبك من الدقن، في ناس من غير دقن خالص عادي ممكن تشوفه اي، او ممكن يتحول يبقى واحد عادي جدا وهوب يقرا الكتابين المعروفين ويسمع مش عارف مين خلاص. يلا احنا لازم احنا الاسلام ضاع، في مؤامره كونيه على الاسلام من يوم ما اتعمل والمستعمر الاوروبي، واحنا لازم نغزو العالم وهنفتح روما والحاجات دي، والدوله الاسلاميه تم التامر عليها حتى سقطت الخلافه على يد الكفار والملاحده وبتاع ومصطفى كمال اتاتورك. بس انا دخلت لك من الحته اللي هي خلاص خدت قلبك ومشي، فانت قوم اقتل بقى ورايا واقتل وانت مرتاح، اقتل غيرك واقتل نفسك. حد بقى ناقش ليه السهوله دي زي ما بيناقشوا الارهابي اللطيف الظريف ده تكون ازاي؟ شويه افكار على سهوله السلاح. احنا بقى عندنا مفيش حاجه خالص، هو يا فقير يا جاهل، ويا ريت الاثنين مع بعض وبس، ومفيش اي مبرر. طب بيقتل نفسه ليه يا فندم؟ الصدفه؟ طب صدفه ان هو في الدين ده بس؟ مفيش اي حد تاني بيقول ان الدين بتاعي عليه مؤامره عالميه؟ يا راجل هو لو مثلا العلمانيه الاوروبيه اللي مع قرون النهضه خلت المسيحيه الكاثوليكيه مش موجوده في المجتمع، يعني بس في جوه الكنيسه والدنيا هاديه وعملت، مين اولى انه يقول انا عليا مؤامره؟ يعني لو كانوا اليمين الديني قال بس الكلمه دي مؤامره عالميه على الغاء الكاثوليكيه، على فكره حقه ده اللي اتعمل فيه وما اتعملش في حد، ده خلاص بقت يعني ايه هاديين كده ومالكش دعوه بالمجتمع، مالكش دعوه بقوانيني، مالكش دعوه بالطب، ما تفتيش الارض بتدور ما بتدورش، ما تفتيش، اقعد اللي عايز جرعه روحانيه يجي لك. مين اولى انه كان يقول مؤامره؟ مؤامره بتهدم المسيحيه، ما حدش قال حاجه. لكن انت عندك هنا اوف اي حاجه بقى، الملك الظالم الفاسد الجبار الملعون اللي اسمه الدوله العثمانيه لما سقطت يا خبر ابيض على الشعر والشعراء والبكائيات على الاسلام اللي سقط. احمد شوقي نفسه قال كده للاسف لانه راببهم يعني منهم. فالاسلام ضاع، الاسلام ضاع، ده الاسلام ابتدى اليوم ده، ده البعث الثاني يوم ما الخلافه سقطت. ويا ريت حد تامر عليك ولا حاجه، الدوله العثمانيه تامر عشان هي دوله ظالمه. اسلام اللي عليه مؤامر، امال الاوروبيين يقولوا ايه لما اتعمل كده في وات ايفر يعني في المسيحيه؟ لكن انت لا، انت لازم تفضل تعمل مؤامرات كونيه عشان تفضل تشحن الناس. على فكره الخطاب ده في التيارات الداعشيه وفي التيارات العاديه نفس الخطاب، يا ريت الخلافه ترجع، الاسلام ضاع، يا رب النصر، بتاع نفس الخطاب بيشجع بعضه. لكن الاليات بقى مختلفه، مش عاجباهم الاليه دي. بعد ما انا اشحنك واقول لك الاسلام ضاع والخلافه تم التامر عليها ويوما ما سيعود ملك الشرق الى الغرب، ها، وهذه بضاعه ردت الينا وكل الادبيات دي، وبعدين الواد يروح للطبيعي بقى يقرا بقى الكتب صح ويطلع على شيخ الاسلام ابن تيميه الاستاذ الفاضل ويغوص في بحور علمه فيطلع يبقى يعمل لك البتاع. فانت تقول لا انا ماليش دعوه بده كله، عاوزه انا مين ده؟ هو فقير ومريض، اي فقير وجاهل، الناس فقير وجاهل اهو، فقير وجاهل، احنا مالناش دعوه، وهو فاهم الكلام غلط. اني كلام الغلط عليهم هنسمعه عشان ما حدش يقول لكم يعني بتفهموا غلط. ده بقى الفرق الثاني او الثالث او العاشر في المجتمعات الناضجه القويه. وخلي بالك انا باكد على كلمه المجتمعات لان الدوله على الاقل من ناحيتنا يعني الامريكان، هقول لكم برضه الدوله عملت ايه، في خطوه انتم مش عارفينها قوي او اللي مش متابع هتيجي في الصفحات الجايه، حاولوا يعملوها ايام كلينتون، بيل كلينتون وهو نفسه كاتب مقال الصبر بس. فالدوله موازاه بالدوله هنا مصر او بلادنا العربيه بجد مش كلام عامله اللي عليها. طب وهي هتعمل ايه حتى في المرحله دي؟ وده انا دايما بحييه في الرئيس، وده مش اي حاجه غير الحقيقه، انه مواجهه المد المتطرف، تجديد الخطاب الديني. فدلوقتي الحقبه بتاعت الرئيس السيسي اكتر حقبه مواجهه لده، جميل، فالدوله عامله اللي عليها. لكن المجتمع
المجتمع لو قال للطيارات دي المتمسكة قوي بالها ووراله القوة انه أيوة دي المشكلة، لكن انت المشكلة انك بتقول، فالتانيين يطلعوا يقولوا ده انتوا فاهمين غلط، بصوا الصفحة دي ما بيقولش فيها، واذا كان قال كده ده هو مش قصده، ده هو كان زي ما بيقولوا مبرر بتأمين، انتوا فاكرينه لان هنجيب سيرته، ده كان متضايق من المغول فكتب كده. مغول ماشي هنناقش ده، بس مفيش حد عايز يواجه الحاجه بقى. الايه الفرق الاخير قبل ما، لان انا المرة ده هاخده بالتفصيل زي ما قلت لكم. بصوا في تحت كده هتشوفوها برضو على الشاشه، حاطين علامه راجل بالاحمر وراجل ازرق وراجل اخضر وراجل رمادي، وكاتبين جنب واحد كل تفسير. ده الرايت وينج الاحمر، الرايت وينج يعني متطرف يميني، انا ابيض وانا بتاع وبيكره السمر وكده خلاص. والاسلاماستس اكستريمزت اللي هم المتطرفين الاسلاميين بالاخضر، وبعدين الليفت وينج اليسار، والانون اذر والانون والاذر اللي هو كده عشوائي كان قاعد في بار فتنرفز على واحد فراح طلع المسدس ضربه بالنار. شوفوا الناس مش كله بقى رميه على الاسلاميين، لا كله رميه على مثلا الخلاف السود والبيض، لا كل واحد والتحليل اللي عمل كده. وحاطين بقى احصائيات من 2003 بس مش كتير، مع ان في قبل كده كتير، قد ايه الاذر والانون الرمادي ده ناس عاديه، وبعدين اسلاميين اهو اخضر، وبعدين بتكمل التقرير يمين متطرف هنا ابيض، وبعدين احمر انا اسف، وكل الرمادي ده اذر يعني انه ناس وخلاص، وبعدين شويه متطرفين يمينيين وشويه اسلاميين، وبص شويه اسلاميين كتير وشويه ليفت وينج، وبعدين كل الرمادي ده ناس ما نعرفهاش مجهوله، وبعدين الاحمر والاحمر والرمادي والرمادي ده كله اخر سنتين 18 و19 كله ما فيش اسلاميين خالص، في يمين متطرف ويمين متطرف والاذر والانون. ناس بتواجه الحقائق باحصائيات، مين عمل ايه فين. تخيل قبل ما نكمل يعني قبل ما نقفل قبل ما الحلقه تخلص، تخيل لو احنا عملنا احصائيه، مش هقول لك من سنه 28 خلاص كانت مفهوم ده الاخوان ما فيش غيرهم اصلا في الساحه، ولحد سيد قطب وظهوره واعدامه وخلصنا منه، مش خلصنا منهم يعني من القصه دي، عد بس من عصر الرئيس الفاضل المؤمن انور السادات من سنه 71، من ساعه ما رجع الجماعه الاسلاميه للحياه بتاعت عبد المنعم مفتوح اللي عايش ده، عد لي كده كل العمليات الارهابيه باحصائيه زي دي، وحط لي بقى اسلامي يبقى اخضر زيهم كده، واحد ما نعرفوش يبقى رمادي، يمين ويسار احمر وازرق، هتلاقي البتاع كلها لونها اخضر، اللي ما في عملية واحدة من سنة 70 للنهاردة ما عملهاش واحد بيؤمن بالأفكار دي وبيقول ده الدين وأنا بقيمه وانتوا مرتدين وضيعتوا الدين. صدفة القدر اختار الناس دول بالمنطقة دي بالفكر ده، ولا عملية ليها أبعاد تانية غير انه إسلامي إرهابي يرى أن ما يفعله هو الدين. مين اللي علمه؟ الكتب البشرية. هو فاهمها غلط؟ كذب. هو فاهمها صح. الحاجة الوحيدة اللي هو فاهمها غلط لأنه تأثر على فهمه من الكتب دي هو القرآن، لأن القرآن ما بيقولش كده. لكن احنا قلنا الحقيقة في الأخ كام؟ 30 قرابة 50 سنة، فاضل سنة ويبقوا 50 سنة إرهاب إرهاب إرهاب، كل العمليات اللي عملنا احصائيه دي بلون واحد، ومفيش حد لحد اللحظه دي عايز يقول الحقيقه، ايوه المشكله عندنا ودول بشر ولازم نناقشهم ولازم نتوقف عن تقديسهم، زي ما هم قالوا ايوه المشكله عندنا ولازم نناقش جورج واشنطن ولازم ما يبقاش فيه مقدسات لان احنا بنتدمر، فما بالك تدميرهم اللي هو عمليات عشوائيه مقابل التدمير اللي احنا بنشوفه كنا ولسه.
ده الفرق بين المجتمعات. شوفكم بكرة، نكمل بكرة.